حصل وخروا وخروا سووا له محل وخروا عنا سووا داب. الحمد لله استطعنا ان نحرز على الفضيه مع اخوان الابطال طلال الرشيدي وخالد المضف. كانت المنافسه قويه من اغلب الدول الحمد لله. فرق عنا المنتخب الهندي بالذهبيه بطبق واحد، لكن الحمد لله فضيه قدرنا نحصل عليها والحمد لله. هذا الانجاز جاء من بعد عمل فريق متكامل من اداره نادي الرمايه وعلى راسهم المهندس دعيش خلف العتيبي ورئيس الاتحاد الاسيوي الشيخ سلمان الحمود الصباح، وطبعا ما ننسى فضل هيئه الرياضه الكويتيه ووزاره الرياضه الكويتيه واللجنه الاولمبيه على ما قدمته لنا في هذه الدوره الاسيويه. والفخر واعلن انا كويتي. والله فرحت لما شفت التعليقات والصور قامت تنزل من الشعب الكويتي. الشعب الكويتي يستاهل، يستاهل هذه الذهبيه، وان شاء الله ننطر ربعنا في الصين ان شاء الله يهدونهم ميداليات اكثر واكثر. وخرون الكويتي وصل. نهدي الانجاز هذا الى سيدي حضره صاحب السمو امير البلاد المفدى والى سيدي سمو ولي العهد والى الشعب الكويتي والى الرمايه الكويتيه خاصه. الحمد لله لاحظنا قبل البطوله وبعد البطوله الدعم لا محدود، ونوعدكم ان شاء الله بالافضل ان شاء الله في اولمبياد باريس باذن الله. الانجاز هذا اهديه لحضره صاحب سمو امير البلاد والى ولي عهده والامين والى رئيس مجلس الوزراء والى الشعب الكويتي كافه. انا كرياضي وانجزت، ودي انا البس هذه الميداليه الى حضره صاحب سمو ولي عهده ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ احمد الفهد الصباح. هالوطن انا وهو مني، انا كذي من عمري.